شكون أطول إنسان تعرفه في حياتك؟ يعني أطول قامة تعرفها في حياتك؟ قامة؟ أي أطول واحد أنت لو قداش طولك مثلا؟ أنا 169 168. أي طويلة أنا. أي لا تبارك الله. لا أطول واحد تعرفه في حياتك عرفته؟ هني مهن. قداش طولك؟ أما طويل برشا. أما طويل برشا. ما لكن شو تصور رضوان اش تقول لي هاني مهنا؟ نستقبل مع بعضنا هل 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 هالرجل العملاق نجم نقول الشاب رضوان للقناه في دار شريط وطبيعة الحال نحب نستقبله. مرحبا بك رضوان. تفضل رضوان. السلام رضوان. مرحبا بك. لا معناها خلينا تبدا الامور واضحه. قداش طولك تو؟ 135. 135 يعني عندك مده انت هكا؟ لا عندك مده انت طويل هكا. شو نقول لك تو يعني بيع طويل منذ بكري طويل يعني. عليها لعبت كره سله؟ لعبت شويه برا. قرب شوي الميكرو شويه. ايوه إيه في العائلة كاملة هكا؟ لا أنا الوحيد في عائلتي كي طويل. ما فكرتش نهار باش تقدم روحك باش تعلن عن هالقامة تبارك الله؟ ولا أنا عملت برشا يعني أرتيكلوات في الجرايد عملت أقبل في المنظار وإني حاجة عادية بالنسبة لي. حاجة عادية؟ توا الطول هذا ما عملك حتى مشكل. الحمد لله ولله الحمد. لا ما أنا مش مقلقك في حياتك. لا مش مقلقني بكل. حتى تعرف. تحس روحك إنسان عادي. في وسط الناس تحس بروحي نورمال ما عندي حتى شيء قلق. تحس الناس يجيو لهنا لدار الشريط يقعدوا بهتين. بالطبيعة كل إنسان مش شفتني أول مرة مش بهت فيها. نعم. أنت كيف شفتني أول مرة بهتش فيها؟ أنت لتوا بهت. توا باين حتى فهمت ولا لا يلزمني يلزمني نلقى حل معاك توا القامة هذه مش سبب تغذية معناها خاصة ولا مش سبب تغذية خاصة. سليم سليم عاش معاك نهار كامل لكن حبينا نقبل الريبورتاج بتاعو نبحثوا فيك شوية يعني شوية ما توا الصبارة عادي يعني مش عادي قداش تبسترا الطول مش لازم نقيس أنا وياه أما مش نقيسوا الصبارة دور شوية حط برميل دولك يا رضوان. أيوا ايوه عندنا ثم شكون يساور السباب من الشمس شنو غزه غزر لي منيح تدعم ما نفرش اقعد غزر لي ركز غزر لي درجة تو عمقو كي يتعوج يعني قديش صبات 55 سنة 55 اللهم صل على النبي عايش اللهم صل على النبي يعني شو يقول لك انا بقول حاجة شفت هكا ذكرى تريد جبح لنا ذكرى بربي لا مسير ذكرى جحاش لا لا علاش تفجع تفضل يا جماعه لا لا مرحبا بك عسلام عسلام اجنت من هنا تو تعرف تو تعرف الانسان قداش في العالم والله باش نقول لك ما عنديش فكره صحيحه عطوا الانسان في العالم ما يقولوا ثم عطوا مني تو عادي هذا كله الحمد لله تشوف فيا قدامك وقدام الناس كلهم اللهم صل على النبي صحيح مش طويل برشا اي ما تقوليش تقوليش هاني مهنا لا ها هاني مهنا لهنا ها لهنا هاني مهنا لكن تفكرش نهار باش تعمل فيلم باش تستغل هالموهبه لانه في نهايه الامر هذه ربي سبحانه وتعالى بطبيعه الحال نخمم نهار باش تعمل فيلم وانا جيني فرصه باش تعمل فيلم تعرف الرجل في العالم قداش طوله من موزمبيق قلت لك يقولوا ثم ناس في الطول اطول مني شو معناها قداش قلت لي 2 متر 35 اطول رجل في العالم 2 متر و 57 ما شاء الله معناها صرفها على صرفها فهمت نظر لك شي نجم واحد شي نجم واحد يخلف يا سيدي بارك الله فيك يعطيك الصحه تحيه الخوله رضوان ونشوف الريبورتاج اللي عملوا مع سليم يعطيك الصحه رضوان